اليوم كانت دورة استثنائية بحيث تمت مناقشة مجموعة من النقاط، من أهم النقاط هي مناقشة المشاكل ديال قطاع الصحة على صعيد الجامعة الدار بوعزة. الحمد لله كان واحد المناقشة مثمرة ما بين الأعضاء، المندوب ديال الصحة اللي بهذه المناسبة كنشكره لأن المنصب الجديد ديالو، والحمد لله كانت واحد الأرض ديال النقاش واستمعنا بواحد صدر رحب، وفي الأخير خلص المجلس الجماعي بأنه يدير واحد اجتماع آخر من أجل صياغة واحد برنامج عمل على مستوى قطاع الصحة اللي غيكون ملائم ما بين المندوب وما بين الأعضاء اللي غيحاولوا ينزلوه ويكون في صالح المنطقة. كذلك كان استدعاء المندوب ديال الشباب والرياضة والتواصل اللي ما حضرش، وهنا عاوتاني نفس المشكل، يعني ما كيلبيش الدعوة. علاش؟ لأن هناك مجموعة من الخروقات اللي كاينة في هذا القطاع. تحدثنا عن الخروقات مرارا وتكرارا، يعني هناك الملاعب ديال القرب اللي كتكرا الماتش ل 120 درهم الماتش 100 درهم، المراكز اللي هي مغلقة، السوسيو اللي في الرحمة اللي هو مغلق بدون مسير، كذلك مركب السوسيو الزرقطوني اللي في دار بوعزة كذلك اللي ولاو في محل تجاري ما عرفناش الصفة القانونية. جينا باش يوضحنا مجموعة من الساعة والساعة ما جاش للمرة الثالثة ولا المرة الثانية على التوالي، ما كيحضرش. وكذلك قطاع التعليم لسبب، ولأنه هو كان اليوم بداية امتحانات البكالوريا، وبالتالي فهو كان العذر ديالهم مقبول، تم تأجيل هذه النقطة لدورة سابقة. وكذلك كانت واحد مناقشة اللي كانت ما بين الملاح الجمعيات الرياضية، بحيث أن كان في الأخير تم التصويت بالإجماع على هذه النقاط، وكنتمناو أن الجمعية الثقافية والجمعية الاجتماعية كذلك أن يدير واحد طلب للسيد العامل، واحد ملتمس، يعني حتى المجلس هو غيدير واحد ملتمس للسيد العامل لمنح هذه الجمعيات، لأنهم تما راه يعني كيعانيو بعد الجائحة، يعني توقف العمل الجمعوي، يعني راه كيف كنقولوا حنا المجتمع المدني راه شريك أساسي في التنمية. لا، بالنسبة للنقطة الأولى اللي كان درجة العقار ديال تصميم التهيئة، فهي كانت واحد اللجنة مختصة ديال اللي فيها وزارة الداخلية فيها مصلحة الضرائب، اللي كانوا حدوا واحد الثمن ديال 500 درهم، ثمن ابتدائي، وديك الساعة من أجل تهيئة الطرق على صعيد الجامعة اللي غتعم بالفائدة على الساكنة. كيف كتعرفوا أن جامعة دار بوعزة كاين مجموعة من المسالك الطرقية كتعاني منها، خصوصا استقطاب ديال الساكنة ونمو الديموغرافي السريع لهذ الجامعة، دونك يحتم أن يكونوا مسالك طرقية في المستوى، دونك هذه المسطرة ديال نزع الملكية غتكون واحد يعني الملاكين اللي غيوافقوا على هذا المبلغ راه غيوافقوا عليه، اللي ما وافقش راه ديك الساعه يمكن ليه انه يمشي يطعن ويمشي ديك الساعه يلتجا للقضاء. بالنسبه للجمعيات كان واحد النقاش اللي هو نقاش بناء، اللي حاول واحد بعض الجمعيات الرياضيه الملتويه تحت لواء العصبه، وكان واحد جوج جمعيات اللي هما ملتويين تحت لواء العصبه، ولكن ما كانوا ما دفعوش في الاجل المحدده، وبالتالي ما كانش الاسم ديالهم مدرج. ولكن راه كاين باقي واحد تقريبا واحد المجلس راه عطى بان باقي واحد 20 مليون ديال الجمعيات الرياضيه غيدفعوا تاهما المنح، وان شاء الله غيدارك هذا الموقف هذا وتاهما يتمنحوا ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.